لكن كان الرئيس طبعا اهم حاجه وقتها هي رغيف العيش، فكان في حوار مهم جدا جدا الحقيقه، حوار اهميته جايه كمان انه للراي العام، ان الناس تبقى فاهمه برضو ايه اللي بيحصل، ومساله ارتفاع الاسعار مين السبب فيها، طيب الاسعار مبالغ فيها ولا لا، طب سعر الدقيق او طن الدقيق اللي بيتورد للمخابز اخباره ايه، هل في مبرر لارتفاع الاسعار. فكان ده حديث مباشر مع الرئيس امبارح مع واحد من اصحاب الافران، يعني كان بيساله عن اسعار العيش، سعر العيش، طبعا اهم حاجه موضوع العيش الحر، الرغيف الحر. فخلونا نسمع كده الرئيس اتكلم في الموضوع ده ازاي، ونفهم برضو مع حضراتكم موضوع التكلفة والهامش الربح، واذا كان مرضي ولا لا، واذا كان في استغلال ولا لا للمواطن. خلونا نسمع ونرجع لحضراتكم تاني. بيعيش حر ولا عيش؟ ده وده حضرتك الحر بيتكلف كام؟ الحر احنا بنبيعه بنص والعادي بنبيعه شلل. لا ابو شيل ده خلاص ده بتاع لكن الحر بتبيعه بكام بصراحه؟ والله نص جنيه، انا مش عارف اللي هي نص جنيه. يبقى اقل من ثمن. انا بقول لك انا يعني انت بتبيع الحاجه اقل من ثمنها؟ والله ببيع نص جنيه. انا مصدقك بتبيع اقل من ثمن؟ لا. طب يعني اذا كان هو بيتكلم 65 قرش هبيعه ب 50؟ انا شغال في المكان ده. واخد؟ انا عارف ان الرغيف بدقيقه بالخميره بالعامل اللي بيشتغل بشوية الكهرباء ولا الغاز يعني والإيجار والكلام ده كله بيتكلف 65 قرش. فلو أنت بتبيعه ب 65 قرش حوالي ماشي بتمن، لو بتبيعه ب 80 قرش حوالي بتكسب 15 قرش. ليه بقى؟ بتعمل كام ألف رغيف في اليوم؟ على حسب المكنة اللي أنا شغال عليها. كام؟ ماشي مثلا 15,000 10,000. اسمك إيه؟ اسمي محمد. يا محمد فبتبيع ب 50 وبتبيع بشيل. طيب سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الاسواق ليه؟ اقول حضرتك بسبب الارتفاع العالمي كله عموما. انت بالك بالعالمي، هو انت دي احنا زودناه عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك تجيب لي استورد. استنى بس، احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير المدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، اكبر دوره ربح هي الدوره اليوميه. الدوره الايه؟ يوميه. انا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب. لا يبقى انا النهارده الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش، واللي عملته بكره خدت قرش. في ناس ثانيه بيحط بضاعه تقعد بالاسبوع وتقعد بالشهر، ما تتباعش كل شهر، انما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو انا النهارده عندي مخبز بيطلع 10,000، وانا بقولها ليه مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10,000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم؟ يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4,000 جنيه. ال 4,000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4,000 جنيه في اليوم ب 10,000. يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120,000. 120,000 لمخبز بيعمل 10,000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، انا بتكلم في اقتصاد. اي واحد عنده محل او عنده مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد، انما بايه؟